مرحبا بك في إسامس عربيك بودكاست، طريقك لإتقان اللغة العربية عن طريق البودكاست. أنا سامي وأنا آسيا. نحن هنا لنقدم لك نصائح عملية واستراتيجيات فعالة وقصص ملهمة لمساعدتك على تحسين مهاراتك في اللغة العربية، سواء كنت بدأت للتو أو تتطلع إلى تحسين طلاقتك، فلدينا ما يناسب الجميع. تدور حلقة اليوم حول نصائح واستراتيجيات التعلم التي تجعل لغتك العربية أكثر سلاسة ومتعة. هذا صحيح يا سامي، سنشاركك بعض الأساليب المفضلة لدينا لتحسين تجربة تعلم اللغة العربية، وهي تقنيات الإنغماس، بالإضافة إلى أننا سنجيب على بعض الأسئلة في نهاية الحلقة. لذا ترقبوا واستعدوا للانتقال باللغة العربية إلى المستوى التالي. قبل أن نتعمق في نصائحنا واستراتيجياتنا، أريد أن أشارك قصة سريعة حول تعلمي للغة. عندما بدأت تعلم اللغة الفرنسية لأول مرة، كنت أواجه صعوبة كبيرة في فهم المتحدثين الأصليين للغة. أتذكر شعوري بالإحباط الشديد، لأنه بغض النظر عن عدد قوائم المفردات التي حفظتها، إلا أنني ما زلت غير قادر على متابعة المحادثات. يمكنني بالتأكيد أن أفهم جيدا ذلك يا سامي، إنه فعلا شعور صعب. ماذا فعلت للتغلب على تلك العقبة؟ حسنا، قررت أن أغمر نفسي تماما في اللغة. بدأت الاستماع إلى محطات الراديو أثناء التنقل، ومشاهدة الأفلام بدون ترجمة. كان الأمر صعبا في البداية، ولكن مع مرور الوقت بدأت في التقاط المزيد من الكلمات والعبارات. بعد فترة حدثت قفزة لا شعورية، وبدأت في التعرف على التدفق الطبيعي وإتقان اللغة. هذا مثال رائع على كيف يمكن للإنغماس أن يحدث فرقا. هذا يذكرني عندما كنت أتعلم اللغة الإسبانية. لقد وجدت شريكاً لتبادل اللغة عبر الإنترنت، وكنا نلتقي كل أسبوع تقريباً. في البداية كنت متوترة جداً بشأن ارتكاب الأخطاء، لكن تلك المحادثات ساعدتني حقاً في بناء ثقتي بنفسي. بالضبط، ولهذا السبب سنناقش اليوم تقنيات واستراتيجيات الإنغماس التي يمكن أن تساعدك في التغلب على التحديات المماثلة. إذا بقيت معنا فسوف تسمع بعض النصائح العملية التي يمكنك البدء في تطبيقها على الفور. لذلك دعونا ننتقل إلى الإنغماس في نصيحتنا الأولى، وكيف يمكنك دمجها في حياتك اليومية لجعل تعلم اللغة العربية أكثر فعالية. حسناً، دعنا نتعمق في نصيحتنا الأولى. كما ذكرنا سابقاً، يتضمن الإنغماس في اللغة العربية إحاطة نفسك باللغة العربية بأكبر عدد ممكن من الطرق. يعد هذا أمراً بالغ الأهمية، لأنك تفكر باللغة العربية وتفهم اللغة المنطوقة بشكل طبيعي. هذا صحيح، الإنغماس مهم لأنه يعرضك للاستخدام الحقيقي للغة، بدلاً من مجرد تعلم المفردات والقواعد النحوية بشكل منفصل. يمكنك رؤية كيفية استخدام الكلمات والعبارات في السياق، مما يحسن فهمك وطلاقتك. بالضبط، فكيف يمكنك أن تجعل نفسك محاطاً باللغة العربية؟ إحدى الطرق هي من خلال وسائل الإعلام. شاهد الأفلام والبرامج التلفزيونية العربية، واستمع إلى الموسيقى العربية، وحاول متابعة ملفات البودكاست العربية مثل قناتنا. حتى لو لم تفهم كل شيء أولاً، فإن عقلك يعتاد على أصوات اللغة وإيقاعها. هناك طريقة رائعة أخرى، وهي تغيير إعدادات جهازك إلى اللغة العربية. يتضمن ذلك هاتفك وجهاز الكمبيوتر وأي تطبيقات تستخدمها بشكل متكرر. إنه تبديل بسيط، ولكنه يمكن أن يحدث فرقاً كبيراً، لأنك ترى اللغة العربية وتستخدمها طوال يومك. مثال شخصي من تجربتي الخاصة، بدأت أتعلم الأخبار العربية كل صباح. كان الأمر صعباً في البداية، لكنه أجبرني على فهم لهجات مختلفة ومفردات جديدة تتعلق بالأحداث الجارية. بمرور الوقت
أصبح الأمر أسهل كثيرا وشعرت براحة في اللغة. هذا أسلوب رائع لمن يحبون القراءة. حاول قراءة الكتب أو المقالات أو المدونات باللغة العربية. ابدأ بنصوص أبسط وانتقل تدريجيا إلى النصوص الأكثر تعقيدا. قم بتمييز الكلمات والعبارات الجديدة، ثم ابحث عنها وحاول استخدامها في جملك الخاصة. استراتيجية رائعة أخرى هي التعامل مع المتحدثين الأصليين. يمكن المشاركة في مواقع اللغة حيث يمكنك العثور على متحدثين باللغة العربية، كما يمكنك ممارسة الاستماع والتحدث في سياق المحادثة الحقيقي، وهذا أمر مهم. نعم، ولا تقلق إذا أخطأت. المفتاح هو ممارسة اللغة باستمرار. يمكنك تحسين لغتك العربية من خلال الانضمام إلى المجموعات عبر الإنترنت المتعلقة بهواياتك، والمشاركة في المناقشات وتكوين بعض الأصدقاء على طول الطريق. هذا رائع! الانغماس يا آسيا لا يتعلق فقط بالاستماع السلبي، بل يتعلق الأمر بالمشاركة النشطة. ابحث عن طرق لاستخدام اللغة العربية في حياتك اليومية، سواء كنت تكتب قائمة مشتريات أو تفكر باللغة العربية أو حتى تتحدث مع نفسك أمام المرآة. يساعدك الانغماس في تجاوز اللغة العربية المقررة في الكتب المدرسية وفهم اللغة كما هي مستخدمة بالفعل. أدمج هذه التقنيات في روتينك وشاهد مهاراتك تتحسن. نصيحتنا الثانية لتعلم اللغة العربية بشكل فعال هي ممارسة التحدث. يعد التحدث أحد أكبر الجوانب صعوبة في تعلم لغة جديدة، ولكنه أيضا أحد الجوانب الأكثر أهمية. يمكن للممارسة المنتظمة أن تعزز ثقتك بنفسك وطلاقتك بشكل كبير. بالتأكيد يا سامي، يساعدك التدرب على التحدث على استيعاب القواعد النحوية والمفردات، مما يسهل استخدامها بشكل طبيعي في المحادثات، كما أنه يحسن نطقك ويساعدك على التعود على إيقاع اللغة العربية ونغمتها. كيف يمكن ممارسة التحدث بشكل فعال من خلال شركات تبادل اللغة؟ هناك العديد من التطبيقات ومواقع الويب التي يمكنك من خلالها العثور على متحدثين أصليين للغة العربية يرغبون في التعلم المتبادل للغة. بهذه الطريقة يمكنكما مساعدة بعضكم البعض في ممارسة التحدث والاستمتاع في بيئة الحياة الواقعية. لقد كانت لدي تجارب رائعة في تبادل اللغة. أتذكر عندما كنت أتعلم اللغة الإسبانية، تواصلت مع متحدث أصلي من المكسيك عن طريق أحد التطبيقات. قمنا بجدولة مكالمات فيديو أسبوعية وتناوبنا على ممارسة اللغات الأخرى. فهو لا يحسن مهاراتي في التحدث فحسب، بل أعطاني أيضاً نظرة عميقة على تاريخي وثقافة بلده. هذا مثال رائع، آسيا. هناك أيضاً طريقة أخرى، وهي الانضمام إلى النوادي أو اللقاءات الناطقة باللغة العربية. يوجد في العديد من المدن أندية لتعليم اللغة يمكنك من خلالها العثور على المتحدثين الأصليين للغة العربية. إنها طريقة رائعة للتدرب في بيئة اجتماعية وتكوين صداقات جديدة حول اللغة العربية. إذا لم يكن لديك إمكانية الوصول إلى نادي اللغة، فلا يزال بإمكانك ممارسة التحدث بنفسك. حاول التحدث بصوت عال. أنت وحدك. صف ما يحيط بك، أو تحدث عن يومك، أو اقرأ مقاطع من الكتب أو المقالات. قد يبدو هذا غريباً في البداية، لكنه طريقة رائعة للتعود على اللغة بشكل مريح. تسجيل نفسك هو أسلوب قوي آخر. عند تشغيل التسجيلات، يمكنك سماع الأخطاء وتتبع التقدم المحرز الخاص بك مع مرور الوقت. بالإضافة إلى ذلك، فهو يساعدك على التعود على نبرة صوتك باللغة العربية، الأمر الذي يمكن أن يكون بمثابة تعزيز كبير للثقة. الأمر الأساسي هنا هو التدرب على التحدث بقدر ما تستطيع، حتى لو كان ذلك مجرد التحدث إلى نفسك. كلما زاد استخدامك للغة العربية، أصبح التحدث بشكل طبيعي أكثر. بالضبط، الممارسة توصلك إلى الكمال. ابدأ صغيراً وكن متسقاً، ثم قم بزيادة مقدار الوقت الذي تقضيه في التحدث
تدريجيا. الأمر كله يتعلق ببناء الثقة والطلاقة مع مرور الوقت. في الجزء التالي سنناقش تحديد أهداف واقعية للحفاظ على تعلم اللغة العربية على المسار الصحيح. ابقى معنا. نصيحتنا الثالثة للتعلم الفعال هي تحديد أهداف واقعية. إن وجود أهداف واضحة وقابلة للتحقيق يمكن أن يبقيك متحفزاً ومركزاً على رحلة تعلم اللغة. هذا صحيح يا سامي. تحديد الأهداف يمنحك إحساساً بالاتجاه والحرص، ويساعدك ذلك على تتبع تقدمك والاحتفال بإنجازاتك على طول الطريق. إذن كيف يمكنك تحديد أهداف واقعية لتعلم اللغة العربية؟ المفتاح هو أن يكون محدداً وقابلاً للقياس. بدلاً من القول إنني أريد أن أتقن اللغة العربية، قم بتقسيم الأمر إلى أهداف أصغر يسهل التحكم فيها. على سبيل المثال، يمكنك تحديد هدف لتعلم 5 كلمات جديدة كل يوم أو التدرب على التحدث لمدة 10 دقائق يومياً. هذه الأهداف محددة وقابلة للقياس والتحقيق، مما يزيد من احتمالية تحقيقها. جانب آخر مهم من الإعداد، اجعل هدفك واقعياً. لا تضع أهدافاً طموحة جداً أو غير واقعية. انظر لمستوى إتقانك للغة العربية والوقت المتاح للتعلم. بالتأكيد، من المهم أن تغير نفسك. من المهم أيضاً أن تكون واقعياً بشأن ما يمكنك تحقيقه في إطار زمني معين. تحديد أهداف غير قابلة للتحقيق يمكن أن يؤدي إلى الإحباط والإرهاق. إحدى الاستراتيجيات هي استخدام معايير سمارت عند تحديد الأهداف. سمارت يرمز إلى 5 كلمات: محدد، قابل للقياس، قابل للتحقيق، ذو صلة، ومحدد زمنياً. يساعدك هذا الإطار على إنشاء أهداف واضحة وقابلة للتحقيق وذات معنى. دعونا نحلل كل مكون من مكونات تحديد أهداف سمارت. الأهداف المحددة واضحة ومحددة بشكل جيد. بدلاً من قول أريد تحسين لغة العربية، حدد جانب اللغة العربية الذي تريد تحسينه مثل التحدث أو الكتابة. يجب أيضاً أن يكون الهدف قابلاً للقياس. تسمح لك الأهداف القابلة للقياس بتتبع تقدمك. يجب أن تكون قادراً على معرفة ما إذا كنت قد حققت هدفك أم لا. على سبيل المثال، إذا كان هدفك هو تعلم 50 كلمة جديدة في الشهر، فيمكنك تتبع تقدمك عن طريق الاحتفاظ بمذكرة المفردات. يجب أن يكون الهدف قابلاً للتحقيق. الأهداف القابلة للتحقيق يجب أن تكون واقعية وفي متناول يدك. ضع في اعتبارك مستواك الحالي في إتقان اللغة العربية والوقت المتاح والموارد عند تحديد الأهداف. لا بأس أن تتحدى نفسك، لكن تأكد من أن أهدافك قابلة للتحقيق. يجب أيضاً أن يكون الهدف ذو صلة. تتوافق الأهداف ذات الصلة مع أهدافك واهتماماتك العامة. اختر تلك التي لها معنى وذات صلة بحياتك الشخصية أو المهنية. سيبقيك هذا متحمساً ومشاركاً في عملية التعلم. وأخيراً، الأهداف يجب أن تكون محددة زمنياً. الأهداف المحددة زمنياً لها إطار زمني محدد لإنجازها. تحديد المواعيد النهائية يخلق شعوراً بالإلحاح ويساعدك على الاستمرار في التركيز على أهدافك. على سبيل المثال، يمكنك تحديد هدف لإجراء الاختبار الصعب خلال 6 أشهر، مما يمنحك موعداً نهائياً واضحاً للعمل على تحقيقه. الآن سننتقل لفقرة المقابلات في القناة، حيث نحضر الخبراء لمشاركة الأفكار والنصائح القيمة حول تعلم اللغة. اليوم يسعدنا التحدث مع الدكتور هايز، أستاذ باحث في اكتساب اللغة بجامعة كامبريدج. مرحباً دكتور هايز. شكراً لك، إنه لمن دواعي سروري أن أكون هنا. دكتور هايز، كخبير في اكتساب اللغة، ما هي النصيحة التي تقدمها لمستمعينا الذين يسعون جاهدين لتحسين مهاراتهم في اللغة العربية؟ إحدى أهم النصائح التي يمكنني تقديمها
هي أن تجعل تجربة التعلم الخاصة بك ممتعة وذات مغزى. ابحث عن الأنشطة والمواد التي تستمتع بها حقاً والتي تتوافق مع اهتماماتك. عندما تكون منخرطاً ومتحمساً يصبح التعلم أكثر فعالية. هذه نصيحة عظيمة. العديد من مستمعين لديهم الدافع الرئيسي على المدى الطويل. هل لديك أي استراتيجيات للبقاء متحفزاً طوال رحلة تعلم اللغة؟ قطعاً، إن تحديد أهداف واقعية كما ناقشتما سابقاً أمر بالغ الأهمية للحفاظ على الحافز. قم بتقسيم أهدافك طويلة المدى إلى مراحل أصغر يمكن تحقيقها واحتفل بالتقدم الذي تحرزه على طول الطريق. بالإضافة إلى ذلك، أحط نفسك بمتعلمي لغة المجتمع الداعمين الذين يقدمون لك التشجيع والتفاعل. هذه النقاط ممتازة. دكتور هايز، هل يمكنك مشاركة بعض الأفكار حول دور التكنولوجيا في تعلم اللغة؟ كيف يمكن للمتعلمين الاستفادة من التكنولوجيا لتعزيز مهاراتهم في اللغة العربية؟ لقد أحدثت التكنولوجيا ثورة في تعلم اللغة من خلال توفير الوصول إلى ثروة من الموارد وفرص الممارسة. تتيح تطبيقات تعلم اللغة والدورات عبر الإنترنت ومحتوى الوسائط المتعددة للمتعلمين الدراسة في أي وقت وفي أي مكان. ومع ذلك، من المهم استخدام التكنولوجيا بعناية وتكميلها بتفاعلات وتجارب الحياة الواقعية. شكرا لك على هذه الأفكار يا دكتور هايز. قبل أن نختتم، هل لديك أي كلمات حكيمة أخيرة للمستمعين؟ أود أن أشجع جميع المتعلمين على التحلي بالصبر والمثابرة في تعلم اللغة. سيستغرق تعلم لغة جديدة وقتا وجهدا، لكن المكافآت قابلة للقياس. كن فضوليا وكن منفتحا ولا تتخلى أبدا عن أهدافك. شكرا جزيلا لانضمامك إلينا اليوم يا دكتور هايز. لقد كانت خبرتك ورؤيتك لا تقدر بثمن. بكل سرور، أشكركم على استضافتي. بهذا نختتم مقطع المقابلة. ترقبوا المزيد من النصائح والاستراتيجيات حول اللغة العربية. حان الوقت الآن للتعمق في قسم أسئلة المستمع، حيث نجيب على أسئلتك حول تعلم اللغة العربية. اليوم لدينا سؤال من المستمعة ماريا من إسبانيا. تسأل ماريا: ما الذي يمكنني فعله لتحسين مهارتي في الاستماع للغة العربية؟ هذا سؤال عظيم ماريا. يعد تحسين مهارات الاستماع لديك أمرا ضروريا للتواصل الفعال باللغة العربية. إحدى أفضل الطرق لتعزيز قدراتك على الاستماع هي من خلال التعرض المنتظم للمحتوى العربي الأصيل. حاولي الاستماع إلى ملفات البودكاست بالعربية ومشاهدة الأفلام أو البرامج التلفزيونية بدون ترجمة، والاستماع إلى محطات الراديو العربية. ركزي على فهم الأفكار الرئيسية والمفردات الأساسية، ولا تقلقي بشأن فهم كل كلمة في البداية. مع الممارسة، سوف يتحسن فهمك للاستماع بمرور الوقت. نصيحة ممتازة آسيا. سؤالنا التالي يأتي من ريان من أمريكا. يسأل ريان: كيف يمكنني توسيع مفرداتي في اللغة العربية؟ سؤال رائع آخر يا ريان. يعد بناء المفردات جانبا حاسما في تعلم اللغة. إحدى الطرق الفعالة لتوسيع مفرداتك هي قراءة الكتب أو المقالات أو المدونات باللغة العربية التي تهمك، وتعود نفسك على البحث عن كلمات غير مألوفة. يمكنك أيضاً إنشاء بطاقات تعليمية أو استخدام تطبيقات المفردات للتمرين على الكلمات الجديدة ومراجعتها بانتظام. بالإضافة إلى ذلك، حاول استخدام الكلمات الجديدة التي تتعلمها في السياق من خلال دمجها في الجمل أو المحادثات. الممارسة المتسقة هي المفتاح لبناء مفردات غنية ومتنوعة. شكرا لك على هذه الردود الثاقبة آسيا، وشكرا جزيلا لماريا وريان على طرح الأسئلة. إذا كان لديك سؤال حول تعلم اللغة العربية وترغب في أن نجيب عليه في حلقة قادمة، فلا تتردد في التواصل معنا عبر الإيميل التالي أو كتابة تعليقك تحت هذا الفيديو. هذا صحيح يا سامي، نحن نحب الاستماع إلى مستمعينا والإجابة على أسئلتك واهتماماتك، فلا تتردد
في التواصل معنا. قبل أن نختتم حلقة اليوم من إسامس أرابيك بودكاست، دعنا نتوقف للحظة لتلخيص النصائح والاستراتيجية الرئيسية التي ناقشناها لتحسين مهاراتك في اللغة العربية. أولاً، اكتشفنا قوة الانغماس في تعلم اللغة. إن إحاطة نفسك باللغة العربية من خلال وسائل الإعلام والتكنولوجيا وتفاعلات الحياة الواقعية يمكن أن يعزز فهمك وطلاقتك بشكل كبير. بعد ذلك، بحثنا في أهمية ممارسة التحدث، سواء من خلال شركات تبادل اللغة أو المجتمعات عبر الإنترنت أو الممارسة الفردية. يعد التحدث بانتظام أمراً ضرورياً لبناء الثقة والطلاقة في اللغة العربية. أخيراً، نؤكد على أهمية تحديد أهداف واقعية من خلال اتباع معايير سمارت، حيث يجب أن يكون الهدف محدداً، قابلاً للقياس، قابلاً للتحقيق، ذو صلة، ومحد زمنياً. حينها يمكنك إنشاء خريطة طريق للنجاح في رحلة تعلم اللغة العربية الخاصة بك. حان الوقت الآن لوضع هذه النصائح موضع التنفيذ. البدء في دمج تقنيات الانغماس في روتينك اليومي. ابحث عن فرص لممارسة التحدث باللغة العربية مع الآخرين، وحدد أهدافاً قابلة للتحقيق من شأنها أن تبقيك متحفزاً وعلى المسار الصحيح. تذكر أن التقدم يستغرق وقتاً وتفانياً، ولكن مع بذل جهد متواصل سترى تحسناً في مهاراتك في اللغة العربية. لا تخف من الخروج من منطقة الراحة الخاصة بك، وتقبل التحديات الجديدة على طول الطريق. هذا كل ما لدينا في حلقة اليوم. نأمل أن تجد هذه النصائح والاستراتيجيات مفيدة في رحلتك في تعلم اللغة العربية. تأكد من الاشتراك في قناتنا للحصول على المزيد من الحلقات المليئة بالرؤى والنصائح الموثوقة. ولا تنسى أن تترك لنا مراجعة ومشاركة البودكاست مع أصدقائك وزملائك من متعلمي اللغة. حتى المرة القادمة، استمر في التدريب وحافظ على دوافعك.